اعتبارا من يوم الخميس 28 من يناير، سواء كنت مغادرا أو قادما إلى البحرين عبر مطار البحرين الدولي، يمكنك استخدام شارع الشيخ خليفة الكبير للوصول إلى شارع المطار، للوصول إلى مواقف السيارات بي المتعدد الطوابق، انعطف عند أول منعطف يسارا وصولا إلى المبنى الكائن بالقرب من مبنى المسافرين الجديد، للوصول إلى نقطة استقبال القادمين انعطف عند المنعطف الثاني يسارا واتبع لوحة صالة القادمين، ثم يمكنك المواصلة والالتزام بالمسار الأيسر والمخصص لاستقبال المسافرين أو استخدام حافلة النقل العام. إذا كنت ترغب في استخدام خدمة ركن السيارات فاتخذ المسار الداخلي للشارع، حيث يمكنك استلام سيارتك عند البوابة رقم 1. للراغبين في الوصول إلى منطقة المغادرين فعليهم اتباع اللوحات الإرشادية والانعطاف عند المنعطف الثالث يساراً. ثم الصعود على الجسر، حيث تقع خدمة ركن السيارات في الشارع الداخلي أم منطقة إنزال المسافرين في الشارع الخارجي. هناك 4 بوابات للمغادرين: بوابة درجة رجال الأعمال لشركة طيران الخليج الصقر الذهبي، بوابتان للمسافرين على الدرجة السياحية، وبوابة الدرجة الأولى ورجال الأعمال لشركات الطيران الأخرى. بعد نزولك ادخل إلى مبنى المسافرين الجديد عبر البوابة التي تناسب درجة تذكرتك. نتمنى أن تستمتع بجميع رحلاتك القادمة عبر مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي.